الحاله الصحيه نتاع صاحبتك؟ مرتو قلت وغنوشي ما يخرجش كلام مجاني ولا اعتباطي، اذا كان يخرج حاجه راهو وراها رسائل مشفره للانصار واكثر منها للعالم، لانه العالم ما عادش يسمعوا. حتى الدول اللي مساندته كانت تمول فيه وكانت تاخذ بجانبه وكانوا كان يستخدموا فيه ما عادش عندهم به بصح، دونك ما عادش معنيين. على التوانسه الانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، لكن اؤكد ايضا ان تونس غدوه خير. رسالة راس الغنوشي للأنصار وللعالم كيفاش تراها؟ هي أنا أراها بدرجة أولى للأنصار وأكثر منها للعالم، لأنه العالم ما عادش يسمعوا. حتى الدول اللي مساندته كانت تمول فيه وكانت تاخذ بجانبه وكانوا كان يستخدموا فيه ما عادش عندهم به بصح، دونك ما عادش معنيين. لكن رسالة للأنصار، والأنصار وهي رسالة خطيرة وخطيرة جدا، فيها برشا سوزوندوندو. دونك الغنوشي ما يخرجش كلام مجاني ولا اعتباطي، اذا كان يخرج حاجه راهو وراها رسائل مشفره، وعليه لابد ولابد ولابد من الانتباه، لان الرساله هذه خطيره شوي. توا نتصوروا للدوله التونسيه باش تتحرك على فحوى هذه الرساله؟ الاصل في الاشياء على الاقل الامن التونسي بدرجه اولى، ونأكد ان الامن التونسي والامن العسكري عليه، ما اعتقدش انهم او على الاقل انا متاكد انهم عندهم من الكفاءات ما يعرفوا ما ينجم يقراوا ما وراء سطور في الرساله هذه، وبالضروري يلزمهم ياخذوا الاحتياطات كل الاحتياطات لانها رساله. وبالطبع هم الاخوان وراسهم الغنوشي في وضعيه تعيسه جدا، دونك الرساله هذه لازم ياخذوها بكل الاحتياط والانتباه جدا برشا. والجديه؟ اكيد اكيد، والا نعرفوا اللي راس الغنوشي في الحبس، شكون خرج ولا كيفاش خرجت الرسالة من وراء القضبان؟ لا هو عندهم برشا، بدأ بالمحامين نتاعهم، وحنا ما ننساوش الانفلتراسيون اللي صايرة في كل الاختراقات اللي عملتها النهضة في كل دولة بالدولة، وبالتالي هما عندهم مخترقين الدولة كاملة، كل الأجهزة نتاعها ما عدا رقاد، ما عدا وزارة الدفاع اللي هي لحد الآن نتصوروا أنها مانعة بين قوسين. دونك الاختراقات هذيك تخلي الناس تخلي قادر هو باش يخرج ما يحب يخرجه. وما ولا أنت ما أخطر من رسالة نجم يخرج؟ لا أخطر من رسالة لا، أما من خلال الرسائل ونجم يجند ويجيش ما تبقى من المناصرين نتاعو اللي هما معروفين، هما يفكروا هما قطيع، يكفي أنهم يجيهم التعليمات يمشي يطبقوها بدون تفكير. دونك هذا هو الخطير، لأنهم الناس ما يفكروش إنما ينفذوا مباشرة. بارك الله فيك. العفو. قبل ما نختموا، رسالة منك أنت، ونعرفوك اللي أنت خو الشهيد شكري بالعيد، رسالة للشعب التونسي شو تحب تقوله بخصوص الرسالة هذية؟ على التوانسة الانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، لكن أؤكد أيضا أن تونس غدوة خير. تونس غدوة خير؟ أكيد أكيد، بنساها ورجالها إن شاء الله. ترى فما بوادر أمل؟ هو التونسي بتبعه متفائل، والامل باش تفهم معناها اللي ثم الامل موجود. قارن تونس بالدول العربيه اللي مرت بنفس المحن اللي مروا بها، احنا في وضعيه احسن بكثير، وعلى هذاك الامل يبقى قائم. ونعودها تونس غدوه خير، والاخوان ما عادش عندهم مكان. نستغلوا الفرصه اللي انت بحذانا فيما يخص بملف اغتيال الشهيدين شكري بالعيد والبراهمي، وين وصل الملف هذا؟ هو المشكلة مش وين وصلت، المشكلة الملف هذايا اللي ملغم بالأدلة والمؤيدات والحقائق والاعترافات والاعترافات المضادة وكلها لمعاشر سنوات أو أكثر. شي الاعترافات؟ بيسير هي تو حاليا عن الناس بالموقوفين اللي كانوا موقفهم نوع، وقت شافوا الغنوشي في الحبس، شافوا البحيري في الحبس، شافوا شو اسمه بشير العقبي في الحبس، هذو الناس اللي كانوا يغطيوا عليهم، كي شافوا هما طلبوا اعترافات وعملوا اعترافات وصارت مكافحات معاهم، وتغيرت الكثير من الحقائق. الحاله الصحيه نتاع صاحبتك؟ مرتو قلت، وهم معروفين راهو بالوعكات تعودنا بهم، ومش كيف الحبس هو حتى كي يهزوا في المركز الشرطه باش يطلع بطاقه تعريف تجي وعكه، دونك فما بالك هذه ما عادش تنطلي على التوانسه. وفي النهايه حتى عنده وعكه صحيه ولا مريض
هو يلزم ويتعاملوا كبقية التوانسة، التوانسة اللي هم في الحبس ومرضوا يعاملهم لا أحد فوق علوية القضاء. طبعا احنا اليوم التوانسة كيف كيف يلزم المعاملات، يلزم مكانتهم الخاصة اللي كانوا متعين بها هم كيفهم كيكونوا التوانسة.